كانت لي الفرصة هذا الصباح أنني نستجب لدعوة كريمة من السيد عزيز النوش رئيس الحكومة المعين. بالطبع هنيته على ثقة المولوية السامية، وهذا التشريف الذي حظي به بتعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها. تمنيت له بالطبع النجاح والتوفيق في هذه المهمة، وكانت لنا مناسبة أن نناقش عدد من التحديات الأساسية المطروحة بالنسبة لبلادنا المرتبطة بتعميق المسار الديمقراطي وفضاء الحريات، المرتبطة بتعزيز الآلة الاقتصادية وقدرتها على خلق الثروات ومناصب الشغل، مرتبطة بالأولوية للأوضاع الاجتماعية وكذا المسألة البيئية. وفي ذلك وجدنا عدد من التوجهات التي تعتبر أساسية ولها أولوية بالنسبة لبلادنا. طبعا ستكون مناسبات في المستقبل لنؤكد مجددا على كل هذه القضايا. والمناسبة إذن أجدد فيها تهنئة للسي عزيز على هذه الثقة المولوية السامية، وأتمنى له أن يشكل هذه الحكومة في أقرب وقت ممكن وأن تشرع في العمل لما فيه خير البلاد ولما فيه مصلحة شعبنا، بالطبع بدعم لصاحب الجلالة في هذا المسار الذي ينتظره شعبنا بقوة. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.